خير لاباس عليك هاني خويا الخير شحال اللي عطاوك؟ عبوره الخرفان عبوره ثلاث خرفان وخروفه بارك الله عليك ولادك ملاحه. السلام عليكم اخوان ونهاركم مبروك من تنين قلعه السريغنا بتاريخ 2022 شهر 1 في 24 ياك شهر في 24 اخويا شوف اخويا شحال الشهر 24 24 في الشهر تبارك المهم دابا السلعه تبارك الله راه السوق كنشكركم على اخوان على التعليقات ديالكم وما تنساوش اخوان دير لنا واحد اللايك للفيديو واحد ابوني وتبارك الله راه بالفضل ديالكم نبداو مع السيده. السلام عليكم خويا. السلام خويا ياسين. اخويا ياسين كداير لاباس عليك؟ شحال اخويا المشري هادو؟ خويا المشري 160 الف 160 الف 80 الف الواح على 4000 4000 درهم 4000 درهم تبارك الله سلعه نقيه ومليحه تبارك الله وراس ديال السوق اللي بغى النعاش اللي بغى النعاش تبارك الله السلعه كي دايره تبارك الله انتما تبارك الله. باقي ناسنا الحليب ياك اخويا؟ باقي ناسنا الحليب تبارك الله ناسنا الحليب سلعه نقيه تبارك الله الله يبارك سلعه مليح راس ديال السوق تبارك الله تبارك الله كاين الزين تبارك الله الزين لا المليح تبارك الله كاين اخويا تبارك الله. شحال تقدر الربح فيهم قلتي؟ عطينا 8000 ريال 8000 ريال 8000 ديال الربح مشروكين ثلاث الناس هادشي كاين الاخوان في السوق كاين ناس كدير بها جوج كيشاركوا فيها ثلاثه اربعه خمسه كتجيهم واحد 1000 ولا 2000 السوق هادشي اللي كاين تبارك الله شوف السلعه كي دايره المليح اللي بغى النعاج راه مرحبا راه السيده نديرو نخليو النمره مرحبا. واخوان كنعاود شكركم على التعليقات ديالكم راه كنقرا كاع التعليقات اللي كتلوحوا وراه كنجاوب واللي ما جاوبتوش اسمح لي هادشي اللي كاين تبارك الله السلعه مليحه الله يبارك هادشي اللي نطلبوا. خويا ياسين تقول النمره ديالك؟ تقول النمره؟ لا بلاش مشروكين صافي هذاك الشيء اللي كاين يقدر يديهم مشروك باش خلي النمره ديالك راه مشروكين يقدر يديهم شي واحد اخر ويبقى يعيط ليا بنادم هادشي اللي كاين وانا ما يبقاوش عندي فالمهم تبارك الله السلعه نقيه الله يعاون اخويا ياسين وكنشكرك اخويا هادشي اللي كاين تبارك الله اخويا واحد الخرفان ملاح تبارك الله وزينين تسولوا السي موسى خويا موسى كيداير لاباس عليك هاني خويا شحال هاد الربعه؟ كنجوج بحدهم اخويا كنجوج بحدهم هاد جوج شحال هادو 58 58 المشرى المشرى 58 عطيني 3000 ديال الربح فيهم هاد جوج شحال تا هما؟ 58 تا هما 58 هادو ما عطاوش ما عطاونا بهم والو 58 المشرى بحال 29 الواحد جملة 29 جملة 29 طاحوا جملة 29000 1450 1450 جملة هاد الجوج عطاوهم الرباح عطاونا 61 61 بحال 3000 ريال وهادو ما عطاوش وراه سيدنا كيسولوا فيه تا هما خرفان زينين تبارك الله الله يبارك اليوم السلعة راه قليلة الإخوان راه كنحاول نصوركم فيديو زين وصافي لا تبارك الله المليح ديما عاد السي موسى هادشي اللي كاين المليح والنقا 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 تبارك الله هادشي اللي كاين الزين كاين خويا موسى قول النمرة اللي بغا شي حاجة بحال هادشي قول 06 51 06 51 08 08 63 11 شوف هادشي اللي كاين الاخوان قال لك اللي بغا شي حاجه من هذه بحال هذه مرحبا السلعه داكشي اللي كاين راه ثقه الاخوان وراه ولد عمي ماشي حاجه راه ولد عمي وكاين النقامه وكاين المعقول والله يبارك الاخوان والله يسخر لكم كنشكركم الاخوان عاوتاني على التعليقات ديالكم الله يبارك الله سبحان الله الاخوان حق قريب كثير تبارك الله انتم غنسولوا السيد شحال خويا عبد الرحيم سلام خويا عبد الرحيم كي داير لاباس عليك الخير خويا شحال عبد الرحيم كطلب فيه 32 32 اللي كيطلب فيه 1600 1600 درهم تبارك الله 1600 تبارك الله مليح وكاليتي شوف تبارك الله كي داير خروف عريض وغليظ تبارك الله دابا عبد الرحيم كيسميو هاد النوع هذا دوك توا راه رومي خويا رومي هاكا رومي عرفت لي وجهو كاع رومي الفريق ديال روم شوف الكعاب ديالو قدام هذا انسان تربيها في الدار هذا رومي هذا الله وزيد تبارك الله الله تربيها في الدار هذا حولي تبارك الله وزيد الله يتسهل تربى في الدار هذا كاع ما في والله العظيم شدي الدار تبارك الله زيد تبارك الله لكن 32 تبارك الله زين اخويا عبد الرحيم قول اخويا عبد الرحيم اللي بغاه مرحبا قول مير
صفر ستة ستة وأربعين صفر أربعة واحد وتسعين خمسة وثمانين بارك الله زين. الله يعاون أخويا عبد الرحيم. السلام اخويا عزين، كيداير لاباس عليك؟ نهارك مبروك اخويا. الخير اخويا، شحال شحال عطاو؟ 40 اللي عطاو؟ 40 2000 درهم 2000 درهم تبارك الله. 40 اللي عطاو؟ الله يسخر. 40 طالع ولد عمي عطاه 40 تبارك الله. هو كان مع خوته الاخوان، هو كان مع خوته ثلاثة باعوا جوج بقى واحد تبارك الله. كيف في 46 تنطح عزين؟ لا عزين درويش تبارك الله. الله يسخر اخويا عز تبارك الله زين. دور دور لي وجه لجي تبارك الله زين. لا جاب الله متعدل اطلب منه. المهم اللي عطاوك ولا قنعتي بيع عطاوه 40 هي اللي كاينه. اش غاديني يا 20 كان الاخر كاع هما دو مصطفى والسموسه 42 المهم عاطينه 42 الاخوان عاطينه السي موسى شاري عنده برك راس العنطيه وسي العزيز. قول نمره اخويا عزيز. قول 06 06 56 56 18 09 09 85 سي العنطيه تبارك الله. 40000 هي الله هي اللي سامره 40 هي اللي كاينه كاينش المزاح 40000 تبارك الله. الله يسر اخويا عزيز. 40 السلام عليكم اخوان، بحال الحوت تبارك الله مليح، راس ديال السوق تبارك الله. سولوا السيد شحال شحال المشرى ولا شحال نعطاه ما عرفتش. السلام عليكم خويا، كي داير لاباس عليك؟ هاني خويا الخير شحال اللي عطاوك؟ ما عطاك والو. طلب فيه 130 غنشوف باريه عطات الجيده رباعي رباعي السن تبارك الله. 130 كيطلب فيه 130 اكسيد اخويا ديالك شري شاري قال لك مش كسب شاري تبارك الله. حاول مليح تبارك الله راس ديال الصوت تبارك الله. هاكم الحبيبة راه يسوى كسر ندور مع بواح نقلبوه لا. لا تبارك الله مليح. العرض ديالو قداش؟ تبارك الله مليح تبارك الله. قلت ربيع في السن ياك؟ فر اخويا فر ربيع تبارك الله. اللي بغى نعاجر مليح واللي بيصل منه تبارك الله. كاين اللي مليح تبارك الله. الملك ديالو منين اخويا؟ من دراوة. من دراوة قلع السراغنة يا اخوان. المهم كانت دراوة قلع السراغنة السبايبات ديالو كيدايرين مليح تبارك الله. العرض الدار المزوق اللي بغى نعاجر مليح تبارك الله. قول لي مع اخويا اللي بغى نعاجر شي حاجة مرحبا. 06 06 48 15 94 94 98 الاخوان اللي بغاه مرحبا الاخوان. هو السيد مقر قلعة السراغنة تبارك الله. السلعة مليح الله يسر اخويا تبارك الله. على الخروف مليح اللي بغا يتباع عيار هو عزين جابني عنده قال لي الخروف راه شريته. شحال اخويا عزين المشرى؟ خمس بيان دينا 58 58 المشرى لا وخلاص 56 خلاص 56 ما كاين لاعب لا والو. حيت لي 2000 احسن حيت لي 2000 حسان قال لك هو 56 المهم 56 او 100 درهم السي اللي حيد عطاو لي 56 داو داو 58 حيدوا لي 100 درهم 100 درهم هي اللي عطاو تبارك الله. اللي بغى يذبح المناسبات المناسبه وحتى العيد ما في العيد والو تبارك الله. هو العيد من العيد تبارك الله. اللي بغى المناسبه مرحبا واللي بغى حتى العيد اللي يكسب العيد اللي كسبوا راه حاول اجل السنه اخويا عزيز وقاسنا الحليب احمر وقاسنا في الحوت تبارك الله. تبارك الله شوفوا بقى شو قد بقى اسمع الحليب شو قداش تبارك الله. اللي بيد بحد الدار ديالو شو قداش العرض وحنا نتعاونوا مع الناس في سبيل الله وصافي هادشي اللي تبارك الله. السلعه نقيه واليوم السوق راه كاين الثمن والسلعه قليله السلعه والو تبارك الله. ولا الفيل ولا ما دير الفيل حتى ما دير الفيل تبارك الله. حاج جنعجات مليح تبارك الله. انت وما تجي تقريبا السلام عليكم خويا كيداير لاباس عليك؟ هاني الخير اخويا شحال؟ 114 114 بجهات ياك المشرى 114 المشرى 114 اش داير مستنى خويا؟ سداسية تبارك الله. متوما ياك جوج اش متوما شنو؟ الخرفان وعبورة الخرفان وعبورة ثلاث خرفان وخروفة تبارك الله. الولاد كي ملاحة تبارك الله. السلعة
مليحة قال فيهم 114 المشرة المشرة 114 أخوة 114 الملاح الله والزين كاين الزين الزين في القلعة شحال تقول لك طلب في ديالك انت اخويا؟ مازال ما عطاوش بقى ما عطاوكش بقى ما عطاو حتى حاجة اللي مليح تبارك الله والكاليتي سلعة نقية تبارك الله الله ييسر وتقول النمرة اخويا اللي بغى شي حد؟ تقول نمرة اللي بغى شي حد؟ تقول نمرة 06 03 03 63 13 تبارك الله سلعة اللي بغاها مرحبا راه متومة بالجهة متومة وحدة والدة شفرفان وحدة والدة خروف وخروفة سلعة نقية والمليح الله يبارك بارك الله وتحية للمتبعين الاخوان تحية للمتبعين هذا المنبر هذا اللي كيسولوا عن النعجة كيسولوا يصور النعجة يصور كل شيء هانتم الاخوان النعجة النعجة كان على حساب السواقين النعجة الناس اللي كيخلونا نصور وكل اللي كيخلونا ورا كنصيبوا شوية صعوبة الاخوان في هذا الشيء كنشوفوا شوية الصعوبة في هذا الشيء ديال التصوار كل الناس اللي كيخلونا نصوروا كل الناس ما كتبغيش هذا الشيء اللي كاين الاخوان الله يسلم تبارك الله اخوان حنا عجي مليحه تبارك الله حنا اليوم في رحبه النعجه تبارك الله كاين المليح الوليدات كي دايرين غنسولو السيد شحال عطاه ولا شحال كيطلب ديالو حنا غنسولوه السلام خويا كي داير لاباس عليك هاد النعجه خويا شحال اللي عطاك ولا عطينا في الرادي فرادي عطينا 55 فرادي الجمله عطاونا الله ما كنطلبو فيها فرادي عطاوك فيها 55 الجمله كنطلبو فيها 46 جمله كيطلب 46 على 2300 اللي كيطلب في الجملة وفي الرالي كيطلب 55 غنسولو أجير السن كاملة أخويا أجير السن أربع جامعات وأربع لا أربع خرج ديري والولاد شحال ديال الولاد سبعة خرفان وخروفة سبعة خرفان وخروفة ها الولاد هما تبارك الله هذه خريفة هي هذه خروفة ياك هذه الخروفة هي اللي كاينة تبارك الله راه مليحة الوليد كي دايرين تبارك الله السلعة تبارك الله الولاد ملاح تحية من راس كاملة هي من النعجة كاين شي حاجة الله ناكل ولا والو كاينة فرفر لي هذيك نقلبها فين النجمة ديالها فين النجمة ونشوف شي داير السن ثنية ربعية النجمة لا ما كاينه لا ما كاينه باقا ما مرسوماش هي مليحه تبارك الله ماشي لا مليحه تبارك الله ومش عيب تبارك الله الله يسخر اخويا النمره راه خليناها راه اللي بغى شي حاجه مرحبا النمره خليناها في الفيديو الاخر ديال الحولي تبارك الله تبارك الله النعجه مليحه متومه وش خرفان تبارك الله نسوي السي شحال خويا شحال عطاوك هنا وشحال المسره؟ المسره شحال خويا 56 56 2000 2800 درهم تبارك الله وهذا شخرفان ياك؟ جوج كوره تبارك الله مليح واليوم راه كاين الثمن في النعجه تبارك الله ولكن راه جابتها الوقت وهذا جوج كوره اش داير السنيه؟ يلا طالع جموع تبارك الله يلا طالع جموع الوليدات ملاح الوليدات راه يبيعوها شي اللي كاين تبارك الله خرفان خرفان ملاح زينين خاصو ماشي شي بعد الماء راه زينين تبارك الله شحال كتطلب فيها خويا انت؟ لا جاب الله 65 اخويا ديك 65 لا جاب الله سلعه سلعه نقيه والثمن ركين تبارك الله الله يسر اخويا الله يسر